مرحبا بكم أعزائي قناة فلسفة إليس، ترحب بكم. أتمنى أن تكونوا بخير، وأتمنى أن ينال إعجابكم الفيديو وتستفيدون منه. إذن اليوم حصة نظرية، سوف نعالج المشكلة الأخيرة في اللغة والفكر، وهي وظائف اللغة. والسؤال المطروح هنا هو: هل وظيفة اللغة تكمن فقط في التواصل، أم لديها وظائف أخرى تؤديها؟ ويعني ما هو سائد أن اللغة تستعمل فقط للتواصل، ولكن هل هذا صحيح؟ أليست لديها وظائف أخرى؟ ألا تستعمل لأغراض أخرى ما عدا التواصل؟ إذن القضية الأولى تقر بأن الوظيفة الأساسية للغة هي التواصل وفقط، يعني ليس لديها وظائف أخرى تؤديها. ويقول هذا كل من الجرجاني ولالاند وجون لوك ودوركايم وهالفاكس، يعني كلهم يرون بأن اللغة تتمتع بوظيفة واحدة، وهي وظيفة تواصلية. ومن بين حججهم يقرون بأن وظيفة اللغة تكمن في التواصل، فبواسطتها نتحاور مع الغير، فهي الوسيلة الوحيدة التي يستعملها الإنسان لتبادل الأفكار والآراء مع غيره. وأيضا نلاحظ أن مختلف تعريفات اللغة ينصب أغلبها في إطار التواصل، فلو أخذنا تعريف لالوند فيعرفها فيقول: هي كل نسق من الإشارات والرموز تكون أداة للتواصل. انظروا إلى هذا التعريف، حصر اللغة في التواصل. سوف نأخذ تعريف آخر، وهو تعريف الجرجاني، يقول: إنها ما يعبر به كل قوم عن أغراضهم، يعني أن الوظيفة الأساسية للغة هي التواصل حسب كل هذه التعريفات. وأيضا بما أن الإنسان مدني بطبعه، أي كائن اجتماعي، فهو مستحيل أن يعيش لوحده، ولهذا اللغة هي الأداة الأولى التي تجعله اجتماعي، هي الأداة الأولى التي تمنحه التواصل مع غيره والتحاور والتفاهم معهم، حيث يقول دولا كاروا: اللغة عمل اجتماعي، أو هي مجموعة من الاصطلاحات تتبناها هيئة اجتماعية ما تنظم بواسطتها. إذن اللغة هي التي تسمح للفرد أن يتبادل أفكاره والخبرات من خلال التواصل، فبدونها لا يمكن أن يكون أي تحاور، فهي التي تربط الإنسان مع غيره. ويؤكد جون لوك إن اللغة هي الوسيلة الوحيدة التي تضمن التواصل الاجتماعي، فالإنسان ابتكر رموز ليتواصل مع غيره، يعني الغرض الأساسي من إنشاء اللغة هو التواصل. إذن الموقف الأول يركز على وظيفة التواصل للغة، يعني يعتبرها الوحيدة للغة، ولكن هل هذا صحيح؟ إذن وصلنا إلى النقد. ولكن على الرغم من قوة هذه الحجج، إلا أنه لا يمكن حصر وظيفة اللغة في التواصل فقط، لأن الواقع يؤكد أننا نستعمل اللغة لتحقيق أغراض أخرى، مثلا نستعملها للتخيل والإبداع، نستعملها للتعبير عن انفعالاتنا، نستعملها للمعرفة، نستعملها لتنظيم أفكارنا، يعني لديها وظائف متعددة ما عدا التواصل. ولهذا ظهرت القضية الثانية التي تقر بأن وظيفة اللغة لا تنحصر فقط في التواصل، بل لديها وظائف لا تعد ولا تحصى، وهذا ما أكده كل من لافيل وهيجل. فمن حججهم يرون بأن اللغة لديها وظيفة رمزية، فمعظم العلماء يعبرون عن قوانينهم بشكل سياق رمزية، أي بلغة الرياضيات، وهذا دليل على الدقة والاختصار والصرامة.
فاللغة تؤدي الوظيفة الرمزية، فكما يقول غاليلي إن الكون مكتوب بأحرف رياضية لا غير، يعني أن الإنسان يستعمل اللغة الرمزية للتعبير عن القوانين العلمية. دون أن ننسى أنه عندما نعبر أيضا عن انفعالاتنا وعن مشاعرنا وعن عواطفنا، هنا اللغة تقوم بالوظيفة النفسية. إذن أولا ذكرنا الوظيفة الرمزية ثم الوظيفة النفسية، والآن سوف نذكر الوظيفة التاريخية، لأن اللغة هي التي تحمي أفكارنا وتراثنا من الاندثار. فبفضل اللغة عرفنا تاريخ الأمم، عرفنا الحضارات، ولهذا يقول لافيل إن اللغة ذاكرة الإنسانية. دون أن ننسى أيضا الوظيفة الشخصية، فعن طريق اللغة يبرز الإنسان شخصيته ومعتقداته وأفكاره. فعن طريق اللغة نكتشف إن كان الشخص دبلوماسيا هادئا منزعجا، فكما يقول سقراط تكلم لأراك. اللغة هي التي تبين شخصيتنا، هي التي تبين روحنا، هي التي تبين ذوقنا. دون أن ننسى الوظيفة التخيلية، لأن الإنسان يستعمل اللغة في الإبداع والابتكار وفي اكتشاف مواضيع جديدة. فنحن نتخيل بلغة، ولديها أيضا وظيفة تربوية، فعن طريق اللغة نربي الأجيال، نربي الأبناء. فالأم حينما تخاطب أبنائها تستعمل اللغة، إذن لديها غرض تربوي، وأيضا لديها وظيفة فكرية، يعني عن طريق اللغة نعبر عن أفكارنا وعن معارفنا. فيقول هيجل نحن نفكر داخل الكلمات. ولديها وظيفة تعليمية يعني معرفية، فالتلاميذ مثلا حينما يسألون الأستاذ يريدون أن يعرفوا، يريدون أن يتعلموا. يعني كل هذا يبين أن وظائف اللغة متعددة فأغراضها متعددة. دون أن ننسى وظيفتها الاستكشافية، فتسمح لنا باكتشاف العالم الخارجي. يعني وظائف اللغة متعددة، لدينا وظيفة تخيلية، استكشافية، شخصية، معرفية، تخيلية، رمزية إلى آخره. الآن أعزائي وصلنا إلى النقد، ولكن نتوصل إلى أن كل هذه الوظائف تنحصر في الوظيفة الأساسية وهي وظيفة التواصل. يعني كل الوظائف التي ذكرناها تندرج ضمن التواصل الاجتماعي. إذن الآن سوف نستنتج، ويجب أن تكون إجابتنا منطقية، حيث أنه يجب أن نقول أنه نستنتج أن وظيفة اللغة لا تكمن فقط في التواصل، وإنما اللغة لديها وظائف أخرى تؤديها، فعن طريقها نتواصل، نتخيل، نعبر عن انفعالاتنا، نربي الأجيال. يعني تؤدي العديد من الوظائف، فاللغة تعبر عن كل جوانب الإنسان، ولهذا أغراضها متعددة ووظائفها متعددة. إذن أعزائي وصلت إلى النهاية، أتمنى أن تستفيدوا من الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي ودعموني في التعليقات لكي أواصل شرح باقي المشكلات. كونوا معي وسأكون معكم. إذن أعزائي اتركوا لي في التعليقات كل ما تريدون أن أشرحه لكم، وأكيد سأفعل بكل فرح وسرور. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم أي جديد أقوم به. تحياتي.